تم صباح يوم الأحد بضواحي بروكسل بالضبط في المكان الذي وقعت فيه معركة جون بلوساتر تنظيم وقفة اعتراف وتقدير للجنود المغاربة الذين قاتلوا إلى جانب قوات الحلفاء من أجل تحرير أوروبا من قبضة النازية الفاشي، وذلك بمناسبة ذكرى معركة جون بلو، حيث رفع العلم المغربي من جديد في سماء بروكسل رافعا معه التحية لأولئك الجنود الذين خاضوا غمار المعركة ببسالة وشجاعة وشهامة من أجل ترسيخ قيم الحرية، جنود صنعوا النصر ليخلدوا التاريخ المشترك ما بين المغرب وبلجيكا، ذاكرة مشتركة ملتزمة بالمبادئ العليا السلم والسلام. هي وقفة اعتراف بالتضحيات الجسام التي بذلها الجنود المغاربة الأشاوش الذين استرخصوا أرواحهم من أجل تحرير أوروبا. السلام عليكم. احنا اليوم كنحيوا الذكرى ديال لاباطال ديال جون بلو، الذكرى ديال 76 كنا في 9 صباح في المونيمان جنرال امس، ومن بعد في شاست. وحنا بالنسبه لنا الجمعيه ديالنا حنا فرحانين، علاش؟ انه هذه 25 عام حنا خدامين في هذا الدوسي، وكانوا الفرنساويين كيرفضونا، واليوم في 2000 اول خطره غادي يعترفوا الفرنساويين بالمغاربه، وغادي يخليونا نحضروا معهم، وغادي نحصلوا على النشيد الوطني والكلمه ديال الدوله المغربيه والرايه وجميع الوسائل ديال المغاربه. الحمد لله اليوم حصلنا عليها، ولكن باقي ما يتقال في هذا الدوسي انه باقي الناس اللي ماتوا ما مخلصينش، باقي الناس ما معروفينش، مازال الخدمه في هذا الدوسي. والشيء اللي كنطلب من المغاربه وهو يتحركوا، وكسرتوا الشباب باش يتحركوا في هذا الدوسي. ثانيا هذه القضيه ديال هذه المغاربه كنبينوا لهاد الاصدقاء ديالنا البلاجكا بانه الوقت اللي كانوا عندهم مشاكل وكانوا مقهورين جينا باش نحميوهم، وكنا كنموتوا معاهم، ولا يعقل بان البارح كنا معهم في الترانشي كنحميو واليوم اصبحنا ما نصلحوش. فكما كنا قبل مازالين، ولا وقفوا علينا ولا وقع الله يحفظ لهذه البلاد شي حاجه، احنا الاولين اللي غادي نحميوها. مقبره شاستر التي تحتضن قبور مئات من الجنود المغاربه الذين صنعوا النصر استحضرت التاريخ، ومعه دلالات تحمل بعدا انسانيا على مستوى العلاقات بين الاجيال. هي وقفة لاستلهام الدروس والمبادئ لأجيال صاعدة لتعرف تاريخ السلف الذي حارب من أجل حرية بلجيكا. Écoutez, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour honorer nos anciens qui ont combattu pour notre liberté, tant marocains, sénégalais que nord-africains en général, algériens. وفي هذا الصدد حضرت العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، من بينها السيد سمير الداهر سفير المملكة المغربية ببلجيكا. هذه مناسبة من طبيعة الحال لأننا تنشتغلوا على الذاكرة، من طبيعة الحال حنا تنمروا هذه الذاكرة تنمروها للشباب، والشباب المغربي والإسلامي بصفة عامة خص يكون فخور بما أعطوه الأجيال الأجداد من تضحيات. وحنا شفنا المئات ديال المغاربة وبعض التوانسة وبعض الجزائريين اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية وأداوا الثمن باش يدافعوا على الحرية والحرية ديال أوروبا. فتواجد ديال الجاليات المغربية الإسلامية هنايا مشروعة، لأن مبنية على هذه التضحية اللي عطاوا الأجداد. ومن طبيعة الحال هذه كذلك رسالة للمجتمعات الأوروبية أن باش تولي تنظر فينا واحد النظرة اللي هي إيجابية بحكم هذا الشيء اللي تم، وبحكم القيم اللي تنحملوها جميع، واللي هي قيم كونية وهي قيم مشتركة. فمن طبيعة الحال التواجد ديالنا هو مبني على هذا الأساس. من طبيعة الحال كاين شق اللي هو بيداغوجي اللي متوجه للشباب، ولا سيما الشباب من أصل مغربي من طبيعة الحال، وشق آخر
اللي هو تواصلي. كما حضر هذا اللقاء السنوي عدد من أفراد الجالية المغربية وكذا بعض الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. إنها وقفة ليست كغيرها من الوقفات لأنها تمزج بين الحزن والفرح والموت والنصر. إنها شهادة لمعركة مايو لعام 1940 الحاسمة لإيقاظ الضمائر بشأن القيم التي تجمع الشعب المغربي والشعوب الأوروبية.